تترقب مصر بعد قليل حدثا تاريخيا ونقلة تكنولوجية ونوعية في الفضاء بإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301، وذلك في تمام 11:03 مساء بتوقيت القاهرة. كان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس قد أعلن انتهاء كل الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد بشكل تام، استعدادا لعملية الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سيبس أكس الأمريكية. وأوضح رئيس الشركة أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايلسات 201 الذي سينتهي عمره الافتراضي في عام 2028، كما سيمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البت. قصة نايلسات 301 ما بدأتش الحقيقة من فترة قريبة، ده بدأت من 2016. في 2016 أمكننا أن احنا نستثمر مع أحد الدول الصديقة أن احنا نحصل منهم على حقوق جديدة. نايلسات الحالي الإمكانيات اللي عندنا والحيزات المتاحة عندنا موجودة في 201 26 قناة قمرية. 26 قناة قمرية الحقيقة ربنا أكرمنا في تسويقهم، بقت نسبة الإشغال ليهم بتفوق 99% مع احتفاظ بجزء بسيط جدا احتياطي. كم من الضروري أن احنا نفكر على فتح مجالات جديدة، خدمات جديدة، وبالتالي لجأنا في 2016 إلى إحدى الدول الصديقة وتمكننا من الحصول على حقوق جديدة، بمعنى ترددات جديدة سواء كانت خاصة بالإنترنت أو خاصة بجنوب أفريقيا أو خاصة بحوض النيل أو خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. لما وقعنا هذه الاتفاقية في 2016 وحصلنا على هذه الحقوق، كان من الضروري أن احنا نفكر في أن احنا آن الأوان أن احنا نطلق قمر جديد. والحقيقة القمر الحالي 201 هو بينتهي في 2028.